بسم الله ما شاء الله. هذاك الحوض سويناه أمس وزرعناه، وما شاء الله 8 في 4، وهذا اليوم ما شاء الله 4 في 4. طبعا طريقة تصليح الحوض عشان متابعينا والمتابعين الجدد، في الجدار سوينا كلبسات تمام، وفي الجوانب نفس البلوك هذا 20 في 4، وهذا الحوض 8 في 4. زرعته تقريبا أمس 40 كيلو ما شاء الله، واليوم شوف الحوض ما شاء الله تبارك الله فل. ليش الحوض فل؟ عشان أول شيء يجنبني الطحالب، إذا كان الحوض متغطي يمنع أشعة الشمس تنزل لأسفل الحوض، هذه نقطة. ثاني نقطة، لأني حنزل اليوم إن شاء الله أسماك القوبي، لأني أنا أفضل في الأزولو في تسميدها أكثر أسماك القوبي، لكل متر مربع في الحوض أنزل من 20 إلى 30 إلى 35 سمكة بإذن الله، كذا تضمن تقريب الحوض تعالى وتقلب التسميد وتضمن التسميد وإنتاج عالي حسب تجربتي والحمد لله. حبينا نشارككم الفيديو هذا حقنا الجديد، وهذا حوض ثاني. بس هذه طبعا الوصلة الزايدة حنحطها فرشة. هذا حوض 8 في متر والحمد لله. حبينا نعطيكم كل شيء جديد في قناتنا عشان تتابعونا، ونبغى لكم الأفضل بإذن الله. تابعونا في القناة واشتركوا وادعمونا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.